مساهمة في المجهود الوطني اللي كتبذل السلطات العمومية بتعليمات ملكية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وفي إطار التعبئة اللي كتشرف عليها السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من أجل ضمان الاستمرار في تقديم الخدمات العمومية وباش تبقى الوكالة الحضرية الرشيدية ميدلت مستمرة في تقديم خدماتها العمومية لفائدة المواطنين وباقي الشركاء من جماعات ومصالح ومهنيين. كان ضروري العمل على تعبئة شاملة لكافة مواردها وإمكانيتها سواء بمقرها الرئيسي بالرشيدية أو بملحقة ميدلت باش تجسد عمليا انخراطها في التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة، وهي واخدة على عاتقها طبيعة الفترة الاستثنائية اللي كتجاوزها بلادنا في مواجهة هذه الجائحة. وفي هذا الصدد فإدارة المؤسسة عملت بزاف ديال التدابير باش تمكن المواطنين من قضاء أغراضهم الإدارية في ظروف ملائمة وفيها الكثير من الوقاية لهم وللجميع. ومن جملة هذه التدابير تكوين لجنة للتتبع واليقظة كتجتمع يوميا لتقييم الوضع وتدارس مختلف الاقتراحات المرتبطة باستمرارية الخدمة وتوفير الشروط الاحترازية، تزويد المصالح المختصة على مستوى الإقليمين بخرائط وتصاميم وصور جوية حديثة من أجل المساعدة على تتبع عملية تنفيذ الحجر الصحي بمختلف الأحياء، تأمين نظام مداومة مكلف بالتواصل عن بعد عبر كل الوسائل المتاحة الهاتف، البريد الإلكتروني وغيرهم، ولضمان استمرار الخدمة بشكل فعال واحترازي تم تحديث الموقع الإلكتروني الخاص بالوكالة الحضرية اللي أصبح كيمكن المعنيين من التفاعل الآني والتواصل من أجل الحصول على الخدمات اللي كيطلبوها. أي أن المواطن أو المهني أو أي شريك من الشركاء اللي كتشتغل معهم الوكالة الحضرية يمكن له من خلال هذا الموقع طلب مختلف الخدمات دون الحاجة للتنقل لمقر الوكالة. ومن أهم الخدمات اللي صبح كيوفرها الموقع خدمة البوابة الجغرافية اللي كتمكن الزائر من الاطلاع على مجموعة من وثائق التعمير والمصادقة عليها، ويمكن ليه يتصفحها إما بشكل شامل أو حسب المكونات الأساسية للتخطيط مثل الطرق، تجهيزات العمومية، مناطق البناء، المجالات الخضراء وغيرها. أيضا هناك خدمة تتمكن من تتبع دراسة الملفات في إطار اللجان المكلفة بالتعمير أو الشباك الوحيد وكذا الاطلاع على نتائج هذه اللجان، فالمواطن يمكن له من خلال هذه الخدمة الولوج للموقع وإدخال المعلومات المتعلقة بالملف ديالو باش يعرف التاريخ اللي غادي يتدرس فيه هذا الملف، وكذلك يمكن له من بعد يطلع على الرأي اللي كتاخده اللجنة فيه. خدمة الحصول على مذكرات المعلومات التعميرية هي موجودة ومتوفرة في هذه البوابة، فبعملية بسيطة يمكن المعني بالأمر الدخول للموقع وتوجيه طلب إلكتروني وفق الاستمارة الخاصة بهذه الخدمة. مباشرة كيتلقى فريق الوكالة الحضرية هذا الطلب وتيعالجه وتيبعث بالوثيقة على العنوان الإلكتروني للمعني بالأمر في ظرف أقل من 48 ساعة. الموقع أيضا كيوفر خدمة بيع الوثائق، بمعنى أن كل الوثائق اللي كتخضع لقرارات البيع من تصاميم، دفاتر تحملات، صور جوية وغيرها يمكن اليوم شراءها عن بعد ودون الحاجة للتنقل إلى المقر. الموقع كيوفر أيضا خدمة الأداء عن بعد عبر الأنترنت، يعني كل الخدمات اللي كتقدمها الوكالة الحضرية أصبح اليوم ممكن تخلصها عن طريق الأنترنت بطريقة مضمونة ومأمنة. كما تم وضع منصة إلكترونية خاصة بالمهندسين المعماريين يمكن لهم من خلالها طلب الدراسة القبلية للمشروع والتوصل بمختلف ملاحظات المصالح المختصة بالوكالة الحضرية، وذلك دون الحاجة للتنقل أو بعث الملفات الورقية. البوابة أيضا كتمكن المواطنين بوضع شكاياتهم وتظلماتهم عن بعد، بحيث أن الإدارة كلفت أطر مؤهلة باش تفاعل مع هاد الشكايات وتواصل مع أصحابها بشكل فوري وتعطيها الأهمية اللازمة. بهذه التدابير تتأكد الوكالة الحضرية الرشيدية ميدلت تجندها الدائم والمتواصل باش تقوم بالواجب من أجل ترسيخ ثقافة التعامل الإلكتروني وضمان استمرار الخدمة العمومية للمواطنين مهما كانت الظروف. بالطبع هذا التوجه ديال الرقمنة وتحديث النظم المعلوماتية ماشي مؤقت أو مرتبط فقط بهذه الظرفية، بل غادي يزيد يترسخ ويتعزز في المستقبل باش تبقى هذه المؤسسة مواظبة على أداء رسالتها العمومية لمصلحة المواطن والمجال الترابي اللي كتشتغل فيه وفقا للإرادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.